مش موضوع. في بعض الناس بزعموا انه سورة نوح 950 حرف، وهذا مرات لما يكون الانسان انسان معني انه يقدم شيء للناس ويقول شوفوا الابداع انه عندي 900 حرف سورة نوح، 950 عفوا، شو لابس 950 بالحساب اياه 900. هو الحقيقة مش صحيح، عدد حروفها 953 حرف، 953 حرف. لكن اللي لفت انتباهنا الثلاثة اللي زادت هاي، الثلاثة اللي زادت هاي 953 عدد حروف قصة نوح. طب هذا بخليك تتذكر، طب وال 950 اللي لبثهن هاي في ثلاثة زيادة، ايش الثلاثة الزيادة هاي؟ العجيب عند تفريغ الصورة، شو تفريغها يعني حرف حرف، كل حرف قديش تكرر في داخل الصورة، وإذا في حرف تكرر ثلاث مرات بس، في حرف تكرر ثلاث مرات بس وهو حرف الحاء، ولم يتكرر إلا في كلمة نوح بس، كلمة نوح وردت ثلاث مرات فهذا الحاء، خارج كلمة نوح فش في السورة حاء، مش معقول هاي إلا مقصودة. كيف يعني؟ كيف بكون السورة ما فيهاش حاء إلا نوح نوح نوح، ثلاث كلمات نوح، هذه الثلاثة اللي زادت عن 950. فإيش السر؟ هذا الآن مش موضوعي السر، هذه موضوع العدد الآن، وإيش السر الثلاثة واللي زادت 53، شو قصة الزيادة هاي الثلاثة؟ هذا مش موضوعنا، هذا موضوع فلكي الآن، هذا موضوع فلكي. بس المهم مشان يبين لك إنه مقصود لا تحابس، نوح نوح نوح، خارج نوح ما فيش. واللي بيعرف في الجمل فيكم الجمل إنه قيمة كل حرف النون 50 والواو 6 والحاء 8 هاي 64، وردت كلمة نوح كم مرة؟ ثلاث مرات في السورة، ثلاثة ضرب 64 192. الكلمة الأخيرة في سورة نوح كلمة نوح، واللي هي الأخيرة في القرآن كله ترتيبها في السورة 192. شايفكم منتبهين على كل، مش قضية انسوا العدد، لأنه هون العدد بزبطش، يعني في المسجد نتحدث في العدد ما يزبطش. على كل احنا نزلنا ثلاث حلقات في الإعجاز العددي اللي بيحب يتبع في نفس القناة اللي بتنزل عليها التفسير، نزل ثلاث حلقات في الإعجاز العددي للي بده يتعرف على جزء من الإعجاز العددي في القرآن الكريم. نرجع لموضوع نوح إذن.